ليس لنا أن نطلب العلم على ما نريد. إذا أردنا أن نطلب العلم فلا بد أن نعلم أن العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نكون على النهج الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. بعض الناس يقول من تأنى ما لم نال ما تمنى، ومن طلب العلم جملة ذهب عنه جملة. نعم هذا الكلام صحيح، لكن ليس معنى هذا أن أبقى في الأصول الثلاثة مدة سنة تقريبا. ليس معنى هذا أنني لا أنظر إلى ما كان عليه السلف الصالح في طلب العلم، في التحصيل، في الجد والاجتهاد. الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا، هذا الشرط الأول، يعني بذلوا غاية الجهد. الشرط الثاني فينا أي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لنهدينهم، أي والله لنهدينهم سبلنا.